سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم البنات جيت ندير نتقاسم انا وياكم، نصايبوا الحرشه. عندي البنات هنا نص كيلو ديال السميده، واحد معلقه كبيره الخميره ديال الخبز، واحد البيضه، عندي خماره هاد الحلوه هذه كبيره اللي فيها 20 غرام، وعندي البنات الملحه والماء دافي. الماء البنات حسب السميده شحال غتشرب ليا. غنبدا البنات هنا غندير السميده، ندير البنات ديك البيضه، ندير المليحه، وندير معلقه ديال الخميره ديال الخبز غير وحده البنات، ونخلط بالماء غير دافي البنات، ماشي سخون ماشي بارد. الا درنا الماء سخون شويه كيخسر لنا السميده البنات. عندي هاد الكاس البنات كبير، ومازال غنزيد. نخلط في الاولى البنات بيدي، لا لاحظتوا البنات ما درتش باقا ما درتش الخميره الكيميائيه، الله درت خميره الخبز والمليح. كنطربوها البنات مزيان قبل ما نديرو ديك الخميره ديال الحلوى، حتى كطرب لينا مزيان تولي دايره لينا الرغوه مزيان، عاد غنزيدو الخميره البنات. نخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق ونبداو نخبزوها مباشره. البنات كان حتى ملي كنبقى نهز الميكسور ديالي هكا ما كيبقاوش يبانوا ليا الكوتا لاصقين فيه، كتبقى تبان ليا هابطه العجينه وحده مرخوفه. البنات غنزيد ديك الخميره ديالي وغنطرب عاوتاني. سلام البنات، شوفوا هذه راه العباسيه الاولى، ها هي البنات شوفوا. لاول وحده البنات، البنات غندير وحده اخرى مع بعضياتنا. حركوا البنات وكنعمروهم غير فتنه طيب شويه علينا، كندوزو واحد الدوزه بحال هكا وكنخليوها البنات يطيب. ثبتوا البنات، هو جاي كيتثقب، ما فيه لا فورس لا والو البنات. السميده بوحديتها، نعاود نكرر لكم، السميده بيضه وشويه الملح والخميره الحلوه خميره الخبز، كيجي ناجح 100% البنات هذا البغرير، وكيجي صحي ما كيضرش حيت ما فيهش الفورش، غير السميده بوحديتها. والماء البنات كيبقى عينكم ميزانكم على حسب السميده واش كتشرب بزاف ولا لا. انا البنات راه شفتوها قبيله هزت ليا 3 الكيسان تقريبا ديال الماء، ديك الكيسان كبارين ديك نص كيلو ديال السميده.
كنبقى عند الناس محدي غدا هو كيزيد كيزيد كيتقل وحده بوحده. كتكون ديما الوحده شوفوا ها العباسيه البنات غنوريها لكم شوفوها، وهاد اللي تابعاها وحده. دابا الثالثه البنات كي غتجي كلاحظتوا شوفوا البنات تبارك الله. كنشكر راسي ضروري نشكر راسي، شغلي عاجبني. ومرحبا بكم البنات، ولا تبعتوا البنات الطريقه نتوما غينجح لكم. غير البنات كيبغي تكون مقله مزيانه، وهذه ما عنديش انا، هذه بعدا ماشي طيفه، هذه غير لاماكم البنات وكتطلع فيها زوين. اما كانت البنات مقله طيفه كتطلع واعر البغرير ديالها. والعافيه البنات غنوريكم العافيه، راه ما مجهداش بزاف، ماشي ضعيفه، عافيه متوسطه. المهم انا كنوريكم كاع المراحل باش ان شاء الله يجيكم حتى نتوما بغرير ناجح 100%. غنوريكم البنات الظهر ديالها باش تعرفوها راها ناجحه 100%، ما كيجيش محروق. شتي ظهرها البنات كي كيجي ما كيجيش محمر، ما كنديرش فيها البنات السكر. السكر اللي كيدير السكر البنات هو اللي كتحرق لهم، هنا كيجي اللون ديالها قهوي. هنا البنات شوفوا اللون ديالها، كنتمنى يكون هادشي واضح البنات. اوه بصحة والراحة، تنكمل ونوريكم النتيجة النهائية. البنات ها البغرير ديالنا وجاد، حنا حطيناه شوفوا البنات راه كيف أول وحدة كيف آخر وحدة، كيجي زوين وبصحة والراحة. ولي عجبكم كي كنقول دائما تابونا وابليكيو، حاولوا تجربوا البنات وبالصحه والراحه، وكنتمنى نكون عند حسن الظن للجميع. شي